الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي لا أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ثم يتولى فريق منهم يذم فخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. أتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال لم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما واجعلني من المرسلين. تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قال ارجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. جمع السحرة لميقات يوم معلوم، ميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن كبير
علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين.